يوم حلف على باس موتيك ديال اكادير مع حليم العيدي شحال ديال الرضا بالايمان ونجربوا الفويل من بعد ما جربنا الفويل انا ورضا حليم اقترح علينا نجربوا الفلايبور حليم نموتوا بالضحك ضروري جربوا الفلايبور هادو ضحكوا عليا طيحات لي عندنا كل يوم قال لي بينا خاصك تطير واحد نشوف عبيد Adieu mon pote. Adieu mon ami. Galaxy Club, c'est chaud. صراحه الحاجه الوحيده اللي عاونتني هو واحد الفيديوهات اللي كنت نشوف ديال الناس اللي تيديروا الفلاي بورد تيطلعوا واقفين من الماء ومن بعد تيتلاحوا بحال شي دوفان انا داكشي اللي حاولت ندير واخا اول مره نجرب الحمد لله في الاخر فهمت البلان كيفاش داير وليت تنشد ليكيليبر وطلعت الثقه في النفس ولك عارفين اش يوقع من بنادم تطلع له الثقه في النفس بزاف حسيت براسي بحال في اكس مان مانيتو مي تيتهز ولا جيزس سعد راه كيلبس 45 مع شنو ولكن رجلي بحال الباديني كيف تتشوفوا دابا الفلاي بورد ماشي سهل ورضا بن هيما بقى يعاني شويه ولكن في الاخر يخرج لينا احسن فيجور ديال الفلاي بورد وجدوا راسكم حيت هيا لا فيغور اللي قلت لكم فريمون تقصحت في بلاصتو اول مره ليا في الفلاي بورد ان توكا تبارك الله تبارك الله حليم عنده واحد لاباز موتيك في اكادير الا ما جيتوش هنا وما مشيتوش لعند عنده فلاي بورد جيسكي ولكن ما تيكراش سيرمون لي زابوني باش تعرفوا ماشي بحال هذوك الحوالي اللي جايين باغيين يكراو جيسكي لا هو كان نفس التكتيك